الحياة صور حلوة ما بتتحرك إلا تيصير فيها نبض، والنبض هن الناس. والناس اللي عاشوا بالطبيعة وحبوها خلقوا أفكار ومشاريع تيحموها وتضل تعطيهم وتعطي ولادهم من بعدهم. بأفكار هالناس خلقت فكرة الحما من قديم الزمان، ومع الوقت صارت تختفي شوي شوي بسبب إهمال الأرض والتعاطي بطريقة الاستفادة القصوى اللي بتسبب الضرر للبيئة وبتهدد الحيوان والنبات، مش بطريقة الاستفادة المستدامة. كرمال هيك قامت جمعية حماية الطبيعة بلبنان بإعادة الحياة للحما، وانطلقت صوب البلديات بفريق المتخصص تتدرس واقع كل حما وتشوف شو أهم شي ممكن ينعمل ويفيد الناس والأرض ويحمي الطير والنبات. ومن بعد هالدراسة بلشت الشغل على الأرض من دورات تدريبية متنوعة ودعم قدرات المجتمع المحلي وإنشاء مشاريع للمياه، لأنه بلا مي كل شي بيبس حتى الأفكار. ولأنه الرعي المستدام من صلب مفهوم الحما، كان للجمعية تواصل كبير وواسع مع الرعاة للإضاءة على أهمية الرعي وضرورة تنظيمه للحفاظ على البيئة وتنوعها، ولتعريف الناس على الثقافة الفطرية اللي بيحملها الراعي من خلال ارتباطه اليومي بالطبيعة. والصيد المسؤول كمان هو من العناوين البارزة بالحما، وهيك خلقت الجمعية معادلة الصياد والقواص. الصياد اللي بيحمي الطبيعة تيحمي هوايته، والقواص اللي بيسبب ضرر للطبيعة وللهواية. الصياد والراعي هن من أكثر الناس اللي بيعرفوا الطبيعة، كرمال هيك هن أكتر حدا بيقدر يعرف الناس عليها تيمشوا فيها ويتمتعوا بجمالها ويمارسوا رياضة بالهواء الطلق. مش ممكن يكون في حما بلا دور للمرأة، لأنه هي المحرك الأساسي والفعال لكل الأمور فيها. من هون أطلقت الجمعية برامج لدعم قدرات المرأة لتضمن بناء الحما على أسس سليمة ومستدامة. أنا عندي محل تياب حد البلدية، واسمها أنا بجي كل يوم الصبح بالشرق أربعة بتسعة بالبلدية، فرفيت بتشتغل هون. فقامت إجيت ولقيت في عجقة جوا بقدر الغرفة، ففتت شوف شو عم يعمل، إنه جوا فضولية يعني. فقامت لقيتهم عم يشتغلوا اشغال يدويه، حلوه هالشغله. قمت قعدت معهم، تركت محلي، نسيت شو فيش برا، وجيت قعدت معهم، تعلمت شوي، وقمت ظهر سرعت لي فوت وروح فوت وروح. مهم تعلمها بالخيط اسواره، فرحت برا بس فلو اما لقوني هي قاعده عم بشتغل شغلتها شطت ورحت منيح.
ما زال بدك هيك تحكي عالحما حكيك بضاهي بنكهته وجوري حما لا تلوم شاعر كلمته قد الدني لولا بحضنك وقع قلبه وارتمى الإنتاج تقدم الإبداع بيولدوا الفرح وبيصيروا الناس أكتر يفهموا عبعضاً لأنه بيصير عندهم أهداف مهمة وبيصيروا يتنافسوا تنافس إيجابي التنافس الإيجابي بيخلي الناس يقدموا الأفضل والأجمل ويفكروا أكتر بالمستقبل والمستقبل هو الجيل اللي جاي يحمل أمانة الحما تيكمل فيها ويضمن حياة متوازنة ومنسجمة مع الطبيعة تعلمت كيف ينصنع الطبل من جلد المعزر وخشب شوح وكيف بيكبسون مشان يطلع الطبل جاهز على المزبوط الحما هو وجوه ناس أحاسيس ناس إنتاج ناس كرمال هيك ما إله حدود هو الفكرة الحلوة اللي بتسافر مطرح ما بتلاقي ناس بيحبوها وبيتبنوها الأردن، قبرص، اليونان تبنوا فكرة الحما لأنه لاقوها أفضل عمل وتعبير عن حماية الأرض وحماية الإنسان بمفهوم الاستدامة وانطلقت جمعية حماية الطبيعة بلبنان تتوضع خبرتها بين إيدين هالدول لأنه حماية البيئة ما بيخضع للجغرافيا إنما للتاريخ الإنساني الحما مش مشروع بيبلش تيخلص هو أمانة الماضي اللي بيحملها الحاضر للمستقبل